شكله بام بام رح يشارك كرويلا بالجزء الجديد، إش قد طالع سكشي وكيوت هم بعد. أما فرقة ستري كيدز لا، أنا حبيت إطلالاتهم بالهالوين، تحديدا فيليكس مع شخصية فروزن، لا مش مسموح أبدا، جاب أمها للشخصية. أما فرقة أسبا أبدعوا حرفيا، جيزيل بشخصية هارلي كوين طالعة كيوت وشريرة. كارينا ذا كوين أوف هارتس ذكرتني بمعلمي كانت تدرسني وأنا صغير، نفس ستايلها بالضبط. نينغ نينغ بلاك سوان هنا مصنع الأنوثة، شقد طلع أنثى. أما وينتر بشخصية يونغ هي من سكويد جيم واللي فعلا متقمصة أم الشخصية. وين هو مش لبق لك تكون شرير لأنك طالع شرير وكيوت، كيف ما بعرف. طبعا باتمان النسخة الكورية هو شيوان من سوبر جونيور، صدق الله شقد طالع سكشي باتمان.